الممثل الأمريكي توبي ماغواير الذي اشتهر بدور بيتر باركر في سلسلة أفلام رجل العنكبوت يطل في فيلم تفاصيل بشخصية مغايرة تماما. إنها شخصية جيفري لانغ، الرجل الذي يعيش حياة تبدو مثالية في ظاهرها، فلديه زوجة رائعة وطفل، لكن حياته تنقلب فجأة رأسا على عقب. الفيلم من إخراج جاكوب أرون إستس. All of the details. I mean, the movie is about these animalistic. تدور أحداث الفيلم حول هذه الرغبات الحيوانية التي تسكننا. فهذا الشيطان المختبئ داخلنا هو من يحك المؤامرات، ونحن نتبعه إلى هلاكنا. وأعتقد أنهم لطريف جدا تقديم هذه الفكرة في فيلم. فوضى وخيانة ومؤامرات تقلب حياة جيفري لانغ وزوجته رأسا على عقب. أعتقد أن شخصية جيفري لانغ في تفاصيل تمثل أساسا شخصية رجل محترم ولائق، لكنه لا يعيش الحياة بوعي كامل، فتتجاوزه الكثير من الأحداث، ويعيش مشاكل زوجية من خيانة ومؤامرات وغيرها، وتطفو الكثير من مشاكله القديمة إلى السطح. فيلم تفاصيل يعرض حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية في انتظار وصوله إلى قاعات السينما الأوروبية.